بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته ورأفته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. لقاءنا اليوم في هذه الحلقة مع الإصحاح 15 من سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي. هنقرأ زي ما تعودنا، هنقرأ مع بعض النص الإصحاح وبعدين نتأمل فيه جزء جزء ونشوف إيه المخبأ، الأسرار الجميلة المخبأة لنا في هذا الإصحاح. ثم رأيت آية أخرى في السماء عظيمة وعجيبة، سبعة ملائكة معهم السبعة الضربات الأخيرة، لأن بها أكمل غضب الله. ورأيت كبحر من زجاج مختلط بنار، والغالبين على الوحش وصورته وعلى سمته وعدد اسمه واقفون على البحر الزجاجي، معهم قصارات الله، وهم يرتلون ترنيمة موسى عبد الله وترنيمة الخروف قائلين: عظيمة وعجيبة هي أعمالك أيها الرب الإله القادر على كل شيء، عادلة وحق هي طرقك يا ملك القديسين، من لا يخافك يا رب ويمجد اسمك، لأنك وحدك قدوس، لأن جميع الأمم سيأتون ويسجدون أمامك، لأن أحكامك قد أظهرت. ثم بعد هذا نظرت وإذا قد انفتح هيكل خيمة الشهادة في السماء، وخرجت السبعة الملائكة ومعهم السبع الضربات من الهيكل، وهم متسربلون بكتان نقي وبهي، ومتمنطقون عند صدورهم بمناطق من ذهب. وواحد من أربعة الحيوانات أعطى السبعة الملائكة سبعة جامات من ذهب مملوءة من غضب الله الحي إلى أبد الآبدين. وامتلأ الهيكل دخان من مجد الله ومن قدرته، ولم يكن أحد يقدر أن يدخل الهيكل حتى كملت سبع ضربات السبعة الملائكة. والسبح لله دائما أبديا أمين. بنلتقي هنا في العدد الأول من هذا الإصحاح. رأيت آية أخرى في السماء عظيمة وعجيبة، سبعة ملائكة معهم السبعة الضربات الأخيرة، لأن بها أكمل غضب الله. وصفت هذه العجيبة العظيمة أنها من السماء، يعني أنها أتت بأوامر إلهية، أتت من السماء أوامر من الله بتوجيه ضربات شديدة لمملكة الشر في العالم، عشان المؤمنين يشوفوا ما يتعرض له الأشرار، ولو في حد يعني مهزوز أو متردد من المؤمنين ما يرجعش، وحتى لا يشتهوا أيضا أنهم يكونوا مثلهم في الشر يعني، ولربما أيضا يتوب بعض الأشرار من هذه الضربات. ووصفت أنها عظيمة وعجيبة عشان الناس يعني تهيئ لها أن الوحش ده قوته عظيمة جدا ما فيش زيها ولا نهائية وجبارة، لكن ربنا بيوريهم أن كل ده خداع وزيف وكذب، وهو ضعيف ولا يقدر على شيء، والعظمة والقوة لله وحده. وسبعة ملائكة، لأن رقم سبعة هو رقم الكمال، وسبعة ملائكة بيشيروا أن الضربات هتبقى اللي هينفذوها السبع ملائكة هي ضربات كاملة هتنفذ كل الهدف اللي ربنا أرسلها من أجله. ووصفت ضربات أخيرة لأننا الآن في نهاية الأيام، ضربات الأيام الأخيرة، وضربات الله لم تتوقف عبر العصور، ابتداء من الطوفان لحد آخر الأيام كلها ضربات بتصحي الناس وتقودهم إلى التوبة. وإحنا هنا جينا في نهاية الأيام، وإحنا دلوقتي قبل الدينونة مباشرة، وقال أكمل، لأن مش هتيجي ضربات تاني بقى على الأرض بعد كده الدينونة النهائية. نقل العدد الثاني. ورأيت كبحر من زجاج مختلط بنار، والغالبين على الوحش وصورته وعلى سمته وعدد اسمه واقفون على البحر الزجاجي، معهم قصارات الله. قبل كده في الإصحاح الرابع لما وصف عرش السماء، وجدنا بحر بلوري أمام العرش، وهذا البحر بيعكس مجد الله ومجده الحقيقي،
وهو يشير إلى المعمودية، وأن لن يقبل أحد إلى العرش، لن يدخل إلى السماء إلا إذا جاز في المعمودية. فكان هذا البحر البرلولي اللي أمام العرش يرمز لأبناء الله المولودين من المعمودية وبيعكسوا مجد الله. إنما هنا بقى بيوصف صورة تانية، ما قالش بحر، قال كبحر، شبه بحر يعني. فهنا يا أقول لكم إيه، يعني زي ما يكون مش 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 دول أولاد الله الحقيقيين اللي هم المجد الحقيقي بتاع أولاد الله، ولكن حاجات مزيفة زائفة، حاجات من العالم. وعشان كده وصفوا أنه مختلط بالنار، يعني إشارة لأن الناس دول يفقدوا سلامهم من داخل آلام نفسية ومتاعب، زي ما الكتاب قال لنا لا سلام يقول الله للأشرار. فلا سلام حقيقي خارج المسيح، المسيح هو ملك السلام، هو معطي السلام. ولكن النار هنا أيضا بتشير لضربات الله ضد هؤلاء الأشرار، عشان هم بيضطهدوا أولاد الله. وهنا رسم الصورة لينا الرائي وقال إن إحنا في هنا ناس واقفين على البحر، إشارة يعني ما قالش بحر، قال كبحر، إشارة لأنهم بيحتقروا أمجاد العالم وملذاته الباطلة، ولا يهتموا بالاضطهادات اللي بيتعرضوا ليها، لأنهم رفضوا سمة الوحش، ونتيجة لذلك بقت حياتهم صعبة، لا قادرين يبيعوا ولا يشتروا. لكن اللي حصل إنهم معهم قيثارات، والقيثارة تستخدم في التسبيح. فربنا هنا وضع في قلوبهم فرح وسلام وتسبيح. وهؤلاء المسبحين يا ترى هم في السماء ولا على الأرض؟ هم نصهم في السماء ونصهم على الأرض. اللي في السماء هم الكنيسة المنتصرة، واللي على الأرض الكنيسة اللي لسه بتجاهد. هم هي كنيسة واحدة، الكنيسة مسبحة لله سواء على الأرض أو في السماء، لكن بفرق واحد، أن الكنيسة المنتصرة اللي في السماء لا تتألم، وأما الكنيسة اللي لسه واقفة على البحر كبحر من زجاج مختلط بالنار، دي بقى الكنيسة هنا المنتصرة على أمجاد هذا العالم، تحتقر كل أباطيل العالم وكل زيفه وكل تعليمه الباطلة، وتنتصر على الألام والاضطهادات اللي بتواجهها زي النار، لا ترهبها الاضطهادات ولا تخفها. فالمقصود هنا هي الكنيسة المجاهدة اللي على الأرض، اللي هي برضو بتسبح الله وتمجده رغم ما يحيط بها من ألام وأوجاع وأتعاب، ولكن كلها عربون لما تراه من فرح في السماء في اليوم الأخير. بعد كده نتنقل للعدد الثالث، وقال وهم يرتلون ترنيمة موسى عبد الله وترنيمة الخروف قائلين عظيمة وعجيبة يا أعمالك أيها الرب الإله القادر على كل شيء، عادلة وحق هي طرقك يا ملك القديسين. هنا افتكر بقى موسى لما انتصر على فرعون وتخلص من عبوديته، وخرج يرنم ترنيمة الانتصار هو وشعبه. وعشان كده وصفهم انهم منتصرين ومتحررين من عبودية ابليس، زي بالظبط ما موسى تحرر من عبودية فرعون. وسماها ترنيمة الخروف، الخروف اللي هو يسوع المسيح الذبيح المنتصر على الصليب على ابليس وكل قواته. وبعدين وصف ان اعماله كلها عظيمة، فداء الله فداء عظيم جدا، به جعل الانسان وارثا للامجاد. وعجيب لأن ما كانش حد يتخيل أن الفداء يتم بهذه الصورة العجيبة، أن الله يخلي ذاته ويصلب ويموت ويقوم وينتصر على الموت. وصفها أنها عادلة وحق، أن الله في قداسته يعني رفض أن يسامح الخطية إلا أن يتحمل أحد عقوبتها، وبعدين اللي تحمل العقوبة الابن، وإحكامه في أن هو يؤدب الأشرار، دي أحكام عادلة وحق. عشان كده بيرجع بيقول له من لا يخافك يا رب ويمجد اسمك، لأنك وحدك قدوس، جميع الأمم سيأتون ويسجدون أمامك لأن أحكامك قد أظهرت. وحدك القدوس، فعلا ليست هناك قداسة خارجا عن الله. جميع الأمم يأتون ويسجد أمامك، هنا بقى بيتكلم بصيغة المستقبل، لما كل يخضع لله ويسجد له. أحكامك أظهرت،
احنا يعني حاليا ممكن نشوف دلوقتي ما نعرفش ايه حكمة ربنا في الامور اللي بتحصل، لكن في السماء هنفهم كل شيء. وزي ما قال المسيح لبطرس ويقول له لست تعلم الان ما انا صانع، ولكنك ستفهم فيما بعد. نكمل بعد كده في العدد الخامس. ثم بعد هذا نظرت واذا قد انفتح هيكل خيمة الشهادة في السماء. هيكل خيمة الشهادة سميت الخيمة في العهد القديم لما بناها موسى خيمة شهادة، لأن كان فيها لوحي الشهادة، ولوحي الشهادة اللي هم الوصايا، لوحي الوصايا، وكانوا موضوعين في التابوت المغطى بدم الكفارة. والمعنى هنا الجميل ان الضربات او الانتقام هيجي على الاشرار اللي خالفوا الناموس والوصايا وغير المؤمنين بالمسيح وبالفداء اللي اتاهم. بعد كده هنتنقل للعدد السادس، هنشوف بقى المنظر لما السبع ملائكه خرجوا ومعاهم السبع ضربات. وخرجت السبعه الملائكه ومعها السبع ضربات من الهيكل، وهم متسربلون بكتان نقي بهي ومتمنطقون عند صدورهم بمناطق من ذهب. هنا منظر الملائكة منظر القضاء اللي هو لابس ثياب بيضاء لحد الكعبين من تحت تدل على النقاوة والطهارة والاستقامة والعدل، وبعدين منطقة من ذهب ان هو مستوى عالي، ودي برضو صورة السيد المسيح له المجد الديان. فعشان كده الملائكة ظهروا في هذا المنظر في انهم في موقف الدينونة، هم قضاة مش جايين بقى يعملوا عمل المعونة او المساعدة او الانقاذ او الاخر كعمل الملائكة، ولكنهم جاء هنا في صورة الدينونة ومعاهم احكام سمائية. المنطقة الذهب دي تشير لان معاهم احكام سمائية واحكام عادلة وحق، لانهم لابسين ثياب بيضاء لحد الرجلين. وهنا بقى الأشرار هنا حكموا على أنفسهم لأنهم رفضوا كل الإنذارات الإلهية. وواحد من الأربعة الحيوانات أعطى السبعة الملائكة سبعة جامات من ذهب مملوءة من غضب الله الحي إلى أبد الآبدين. ظهر هنا دور للأربعة واحد من الأربع حيوانات اللي هو من طغمة الكيروبيم. ودايما الملائكة والكيروبيم بيشهدوا على عدل الله وعلى بر أحكامه. وأول مرة تلاقينا مع الكروبيم كان في جنة عدن لما ربنا قفل باب الجنة وحط السيف اللهيب نار متقلب لحراسة طريق شجرة الحياة، وأقام الكروبيم لحراسة الطريق. فكان الكروبيم هنا شاهد على بر الله وعلى عدالة أحكامه. مرة تلاقينا بالكروبيم على تابوت العهد لما موسى عمل التابوت، ربنا أمره أن يحط كروبيم على غطاء التابوت، وده كان بيشهدوا على مراحم الله تجاه الإنسان، لأن من هذا الموقع كان الله يترحم على الإنسان. الدم بيكفر عن خطية الإنسان ولما يخالف الوصية، فالكروبيم جعله الله يشهد على بره تجاه الإنسان، أن الله عادل وأحكامه ورحمته تجاه الإنسان. فلما أعطى الكروبيم سبعة الملائكة سبعة جامات مملوءة من غضب الله، فيعني أن الكروبيم شاهد على عدل الله تجاه البشر. إيه هي الجامة؟ الجامة عبارة عن وعاء مسطح واسع ينسكب منه غضب الله مرة واحدة وبلا رحمة، زي ما قال قبل كده في الإصحاح اللي فات بيقول سيشرب من خمر غضب الله المصبوب صرفا في كأس غضبه. وهي دايما بتبقى من ذهب بتشير لأن أحكام الله سمائية وبمقاييس سماوية وليست بمقاييس الأرض والبشر، لأن مقاييسنا إحنا البشر معرضة للخطأ، ومقاييس الله سمائية ليست وليدة الصدفة وليس فيها أخطاء لأنها لا تعتمد على أي أحداث بشرية. اللي حصل هنا بقى أن امتلأ هيكل دخانا من مجد الله ومن قدرته، ولم يكن أحد يقدر أن يدخل الهيكل حتى كملت سبع ضربات السبعة ملائكة. الدخان هنا اللي ملأ الهيكل ده إشارة لغضب الله إن وصل للذروة،
وبيشير لأن الإنسان ما قدرش يفهم مقاصد الله وأحكامه، ومع خاصة مع عنف الضربات اللي اتصابت عليه. مجد الله، الله قدوس لا يحتمل الخطية بأي شكل من الأشكال، ومن قدرته لأن الأشرار ظنوا أن طول الله نوع من الضعف، ولكن الله قادر على كل شيء. لم يكن أحد يقدر أن يدخل الهيكل لأن خلاص زمان الشفاعة انتهى، محدش هيقدر يخش يتشفع ويطلب الرحمة، الرحمة استوفت زمانها ولم يتبقى إلا الضربات، أن الله يصب هذه الضربات على الأشرار، والأحكام صدرت ولا ترد أبدا ولا بد أن تنفذ. أشكركم على المتابعة، وإن شاء الله المرات الجاية نلتقي في إصحاح جديد بإذن الله. شكرا، صلواتكم، ربنا معكم، مع السلامة.